هل يجوز أن يخبر عن ليلة القدر إذا رآها الإنسان في نفس الوقت؟ هذا لا يعلمها، ليلة القدر أخفاها الله جل وعلا ولا يعلمها أحد، من أجل أن يجتهد الناس في العبادة في جميع الشهر. لكن قد بعض الناس قد يرى علامات، قد يرى علامات في بعض الليالي، وهذه علامات ظنية ما هي بيقينية، الله أعلم، فلا يخبر بها الناس لأنها ليست يقينية. والله أخفى ليلة القدر سبحانه وتعالى، فلا يمكن أن يعلمها أحد، بل على المسلم أن يجتهد في جميع الليالي ولا سيما الليالي العشر الأواخر، فإنها في رمضان، هي في رمضان وهي في العشر الأواخر آكد، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتحراها في العشر الأواخر ويزيد في العشر الأواخر تهجدا وعبادة أكثر من غيرها، ويعتكف في العشر الأواخر تحريا لليلة القدر. أما أن أحد يعلم ليلة القدر في أي ليلة فهذا غير صحيح.